رسالتنا في هذه المسرحية كانت عن التسامح، وهي رسالة دولة الإمارات في هذه السنة. والحمد لله بجهود الشباب وجهود الإدارة والناس القائمة على هذا العمل قدمناه بصورة على الأقل نقدر نقول نرضى عنها، والحمد لله شفنا الرضا في وجوه العالم والناس. فلذلك نقول الحمد لله، وصلنا رسالة اللي نبغى نحن نوصلها من خلال هذا المسرح.